أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أفطر شهرا كاملا في رمضان بعد بلوغه، والآن يسأل عن كفارة هذا الإفطار وهو في حيرة من أمره، أفيدونا بارك الله فيكم. الواجب عليه التوبة إلى الله، وقضى الأيام التي أفطرها، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا عن تأخير القضاء، إلا إن كان من رمضان السنة هذه فإنه يكفي القضاء، أما إن كان من العام الماضي أو قبله فإنه لابد مع القضاء أن يطعم مسكينا عن كل يوم كفارة عن التأخير مع التوبة إلى الله عز وجل.